الطلاق يكره من غير حاجة، لأن في ذلك تفريقا للأسرة وتركا لأمره عليه الصلاة والسلام بالزواج. وأما حديث أبغض الحلال عند الله الطلاق فمختلف فيه، حتى إن في متنه نكارة، لأن الحلال ليس بغيضا عند الله عز وجل، ويباح عند الحاجة، فمتى ما احتاج الزوج فيباح. وقلنا إن الأفضل له إذا كرهها أن يصبر وأن يبقيها، ويستحب إذا كرهته، فإذا كرهته يستحب له أن يطلقها، فإذا لم ترده الأفضل أن يطلقها ولا يأخذ عليها عوضا. ويجب الطلاق إن كانت غير عفيفة، وقد سبق معنا كلام شيخ الإسلام رحمه الله لا يجوز أن يبقيها ما دامت زانية. وكذلك يجب الطلاق في الإيلاء، وسيأتي معنا باب الإيلاء، فالطلاق يجب في الإيلاء، كيف يجب سيأتي معنا إن شاء الله في حينه. ويحرم الطلاق في الحيض، يحرم أن يطلق الزوج زوجته وهي حائض، وأنكر النبي عليه الصلاة والسلام على عبد الله بن عمر كما في الصحيحين، فقال لعمر مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها. وقاس أكثر العلماء النفاس على الحيض، ومر معنا أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرى أن الطلاق في النفاس ليس بمحرم، لأن المرأة لا تعتد به. وكذلك في طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها، فلو أنها طهرت من الحيضة ثم جامعها فلا يجوز أن يطلقها إلا إذا كان حملها قد استبان، فلو أنه جامعها في طهر وقد استبان حملها فيجوز. لما؟ لأن عدتها في هذه الحال لا تكون بالحيض، وإنما تكون بوضع الحمل. وكذلك يحرم الطلاق وهو الطلاق البدعي في العدد، فعندنا طلاق بدعي في الزمن، في الحيض، في النفاس عند الأكثر، في طهر جامعها فيه ولم يستبن حملها. وأما الطلاق البدعي في العدد أن يطلقها ثلاثا، ولذا قال عليه الصلاة والسلام لما طلق رجل ثلاثا قال يلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم. وإنما الطلاق في الحيض ممنوع، لأن المرأة ترتاب هل تعتد بهذه الحيضة التي طلقت فيه أم لا.